العريض هذايا يلزموا يراجع الحسابات نتاعو. البوليسيه اليوم اللي مسيبهم شيء ما عجب خويا. شنو يقول لي انا سبني انا يدخل على الديار هنا وناس واحد وبنات صغار وكلام كيما قلت توا البنيه وينو عليه العريض هذا اللي يقول قدام مجلس السيسي معناش ميليشي معناش هاو سيدي الميليشي هاو اليوم شفناهم الميليشي ميليشي ما مسامي بلبسينهم الكسوه باش ما تقولش كذا وكذا اللي هاك عاون امن عاون امن يسب المواطن ويدخلوا لداره صباح يا اخي الغاز وسطك للدار انت داخل غالب اخويا هاك شو بيه الباب مكسروا قدام هاني لا يزيد ضربوني بالغاز انا الكبير انا قفلت لقيت الروح لقيت الروح ما يضربوش بالغاز يا انا ما عندي حق كان ثلاثه بنات علاش دخلين لي وكسروا لي في بيتي علاش راجل كبير ملوح يعفسوا بيه وطالعين داخلين يجيروا بالزوايد عطاو برجليه يتريني تكلمي خاطي صابره يا اخي صادمين علينا نساء وحد احنا باش نقوموا نضربوا فيهم بالحجر ولا باش شنو راح يجيبها لنا من عندك لابسيني ماسك ويت قش علينا فيلم رعب وليت في الملاحه كاينو افلام اكسيون هذا يا وليت يا هذا مسكا بالغاز شنو شيء عمره ما صار علينا اول مره صراحه بركتش كان قعد لنا الزينخي في الهم ما يتلم على قليله يسرق خلي يسرق ام خلينا باش نعيشوا عمرها نسينا صار فيها كيما هكايا انا انتخبتها نهضه وندمت واحده من الناس قسما بالله العظيم انتخبتها اي من الاول انتخبتها ومقتنعه وقلت اي تتقد البلاد وناس تخاف ربي وناس تصلي وناس تعرف ربي اذا بهم يظلم لا يعرفوا لا ربي لا محمد والله بصح مانيش خايف منهم هما ولاد صغار ولاد صغار ما يعرفوش يخدموا يضربوا في النساء كلام زايد معناها نحن ما قلنا لهمش شو هذاك اقسم بالله العظيم ولاد قربي فين دم الشهداء نحن مستعدين نضرب رشيشي حر يسب لي امي ها لا باس يسب لي امي يسب لي امي صح عليك قول له صح عليك قول له صح عليك مانيش جندي راه يحيى السويس مانيش نحب تونس يخلعوا في البيبان يخلعوا في البيبان حقي ناخذوا بالبوليا لازم نخدموا هنا في منطقه يمكن ذري قدك ايه تعمل في المشاكل كبار ساكته انا تتكلم كبار كادتنا نعمل مونوتوف ولا مجرد هما راهو سامحني هما اللي بداوا ضربوا العباد بالغاز وبداوا يضربوا في المطار والله وعد انت بتحكي يا بابا انا بورين تاع الاكسجين الغاز وصلكم لهنا يا هو مزيان لا بعد يخلي صاب لا لا غاز ما كانوا اللوطه هذه ما كانوا طايحين اللوطه وانت صغارك صغاري عايشين أزمة أنا بلا أزمتيك ومرتي أزمتيك هاي لباري هذا يضرب لي 7 شهور أنا في السبيطار عمنا رقدي عايشتي بالأكسجين هاي لباري يا هاي أبوي تحكي لي هاي الأخرى سامحني هاي الأخرى بيبي تسمع بيبي يا سائد أرى البيبي هذي مش يحمل تولي يحمل الشهر محمش حتى ريحة لوقيدة مش غير الريح ريحة لوقيدة ما تحملهاش سكتلها نفس مش معقول هذا داخلين علينا في ديارنا يشفروا بساقيهم وداخلين وكلام الزيت ويضربونا مش معقول هذا عمرها ما صارت عنا في تونس هكا عبيد لا في حد شيء ببيت صغار ببيبين يخلعوا فيها حل شرط حل شرط هيا لا يا عم مسكين ترجع لحد شيء انا الزوز هذوما مرضى الزوز الساعة الذي مرضى الزوز وانا وحدي راجلي يخدم ما فما حتى حد في الدار انا روحت مع ساعة ونص لان انا جايب كلها غاز التبيت تاع غاز انا في بس مش فما قالت لي انا مصدمه للدار على الصادمين عليه داخلين لي داري علاش داخلين ما فما حتى واحد في داري يا حاكم ماك تحسر في العبيد شدها في الكياس تصدم عليها للديار وتضرب ترمي لي في الغاز انا في وزداري ولادي زوزنا مخنوقين لا لا العم الصغير يبيع بالشر عليها عشان ما نربيها الحوان تمسكر العبيد ميته بالشر عندك زوج ولاد هزوهم زوج ولاد ولا هزوهم من الدار من الدار ما هم مش قاعدين يحتاجوهم البارح لا لا ها هم في الدار دخلوا عليكم في الدار دخلوا عليهم بالسيف دزوني فقدي ولا ما دخلوا عليهم ورا يديك ما يخبشين هيك ورا يديك ها ميدي ها شوف يدي ها هم حاوزوا مانا بديانا دخلين لنا لديانا دونا مديانا شايبا ها هي دويات ها هي مطار ها هي دويات وبابا شايبا كل ريحة هاك متك أهنا شيت على غفو
مسيره سلميه عملوا فينا هكا دخلنا الدار تخنق صغيره ها هي تطلب في الخبز ها هي تطلب في الخبز وتلقط في الباب بس مش تتعشى ونفطر مش تتعشى ونفطر والله حالتنا كيفاش عملت ايه بها 30 سنة لهنا فهمتي معمور هم ضرب البورت البورت تفكر وين وقت اللي كان محمد وين كان راقد وسمعني يصلي وانت هي يصلي ها هي ما هي حتى مش قاعده كل ما شيء صلى حرام اخترت على فلوس طلع ها هي ها شوابير ها وبابا مريض ها الواحد تاع وصلت المغرب ها هي امي ايش اشوف امي مرا كبيره ها هي امي مرا كبيره ها هي عمرها 60 سنه باهي هذا نمشي نجيب نمشي نلقط شويه خبز باش ناكل الخبز وليدي ما عندي شيء عندي شيء يا وليدي لا غالب وينك عزازه كنت كيفاش في الحاله هذول بناتي وني قاعد كيف قال نمشي نلقط طرف خبز باش نتعشى تفضل يا ها هو حي كامل داخلين علينا حي كامل دخلوا علينا ويضربوا فينا بابا هذايا توا انت كي ثما مسيره من في الكياس ضرب في الكياس علاش تدخل الديار ما تدخلش الديار علاش حق تدخل الديار كسرولنا في بالهم عليه مرا كبيره تسخر عليه مرا مريضه بالسكر الراجل مريض اولاد زوز مساكر عليه يا اخي هو تاعنا ريتهم مازال معانا في الكربه مسكين وما عندهم شفتي كيفاش نعيط يا نور كيفاش لين دمي في روحها طيب مسكين احنا ما حشنا بشيء تعرفش حشنا احنا حشنا بالقضاء يعمل لنا حل في ولادنا على الخدمه ما حشنا بشيء الف دار كلها بطاله ما حشنا بشيء اكثر انسان مزمرين هما لا حشنا لا حشنا الناس ما همش ماركه باش يضربوا الحاكم ناس عطاهم يخدموا